أنا بالعادة بقرأ روايات، هلأ حابة أشتري كتب، يعني إنه كتب فيها علوم أكثر، هيك يعني عم غير ميولي شوي. الشيء اللي ملفت للنظر إنه الشباب يعني في تغيير بالمراحل العمرية، الشاب الأول يطلب رواية أو يطلب قصة، هلأ لا صار أعطيني كتب الأهداف، مثلا كتاب أي كتاب يتعلق بالتسويق بالماركتينج بشي. فالشباب الآن يبني قدراته الذاتية ويبحث عن الكتب التي تختص بهذا المجال، سواء في عمله سواء في الدراسة سواء في موضوع الثقة بالنفس تنمية ذاته. هو بشكل عام الكتاب المطبوع من فترة أكثر من 20 سنة يعني أكل ضربة قوية، كتاب مطبوع مع ظهور الكتاب الإلكتروني، ولذلك دائما يعني الكتب المطبوعة كل شيء ورقي هو في تراجع مستمر. يعني الآن إذا نظرنا إلى هذا المعرض هنا في اسطنبول فهو معرض كبير وعظيم يعني ومساحة هائلة، ويعني وجود سوريين في عندنا بالسوق في اسطنبول أكثر من 100,000 سوري إضافة للجنسيات العربية الأخرى، ومع ذلك تجدين الإقبال على المعارض قليلة. إدارة المعرض لم تتدخل بما يخص تحديد أسعار الكتب، أسعار الكتب تم تحديدها بصورة مباشرة من قبل الناشرين، كل حسب كلفته في الطباعة والنقل والتسويق وكذا. لكن الميزة المهمة أن إدارة المعرض برعاية بلدية اسطنبول دعمت المعرض بربع مليون ليرة تركية عن طريق توزيع كوبونات للطلاب، طلاب الجامعات وطلاب المدارس وحتى طلاب الروضات، وهذا كان له صدى طيب لدى الناشرين وحتى لدى زوار المعرض. أيضا اتحاد الناشرين العرب تبرع بمبلغ ما يقرب من 5,000 دولار، أيضا هذا تم تحويلها إلى كوبونات وزعت إلى الطلاب، هذا أيضا كان له صدى كبير. كتاب حقه 190 ليرة، هذا يعني ما شفت مثله قبل هلا بهيك أسعار. يعني في أسعار بصراحة غالية كثير وبتخوف يعني، وفي أسعار مناسبة كثير وأسعار نظامية كثير يعني. هلا بشكل عام منيحة يعني، وفي كمان تخفيضات للطلاب وهيك كانت ظريفة يعني. لسه عم شوف يعني لحد الآن ما اشتريت شيء، حتى الأسعار مناسبة جدا، ولما الرجل اللي أنا بشتري منه عرف إن أنا طالبة نزل السعر يعني وكده، فكانت حلوة.